السادة المشاهدين، سيداتي آنساتي سادتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حالات مستعصية. موضوع حلقة اليوم بعنوان سرطان الرئة، ويسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الأستاذ الدكتور أسامة طه، أستاذ علاج الأورام بطب القاهرة القصر العيني. أهلا وسهلا بك دكتور. حضرتك سؤال السادة المشاهدين، ويسعدنا ويشرفنا أن تتواصلوا على الأرقام الموضحة على الشاشة. السؤال لسيادتكم: هل تعاني باستمرار من ضيق التنفس؟ يشرفنا اتصالتكم في أي وقت. أهلا يا دكتور، ازي الصحة؟ في البداية دكتور، عاوزين نبين للسادة المشاهدين يعني إيه سرطان، وما هي أعراض سرطان الرئة. نبدأ بالتعريف الأبسط، ما هو السرطان؟ السرطان هو نوع من النمو الخلوي خارج السياق الانضباط الانقسامات الطبيعية، بمعنى أن الأنسجة في الجسم بتنقسم بشكل طبيعي ومنضبط تحت تأثير عوامل سواء بيولوجية أو عوامل إثارة للخلايا أو شفرة في الجين نفسه، بيبدأ يحدث تحول في النمو والهدم. هو في توازن داخل الجسم بين الهدم وبين الجروس، يعني انت بتنمو وتتهدم. لما يخرج عن السياق يبدا النمو يزيد ويتصاعد ويتصاعد ويخرج عن السياق، وهذا اللي بيمثل الخلايا السرطانيه او الغير حميده. يبقى خروج عن النمو وقدره على غزو الانسجه المحيطه وقدره على الانتشار. سرطان الرئه واحد من اكثر انواع الاورام انتشارا. سرطان الرئه بيمثل المركز الثاني او الثالث في الاورام في الانتشار، الرقم واحد طبعا الكانسر بريست، سرطان الثدي، ثاني البروستيت، اللي بيشارك معاه في نفس الترتيب هو سرطان الرئه، رابع هو سرطان القولون. هذه هي الاكثر الاورام، الاكثر انواع الاورام انتشارا وتواجدا. طيب ايه مدى انتشار سرطان الرئه في مصر والعالم؟ يعني في الوقت الحالي الناس، حضرتك قلت ترتيب انواع السرطان، وقلنا ده ترتيبه الثالث او الثاني مع البروستات بيشترك معاه. نقدر احنا نقول في مصر هو تقريبا النسب بتقترب من العالم، في ان سرطان الثدي برضه هو السرطان رقم واحد، سرطان الرئه هو رقم اثنين تقريبا. احنا عندنا نسبه تدخين مذهله، يعني النسبه بتقترب من 40-50% من الشعب بيدخن. نسبه التلوث المريعه اللي موجوده بتساهم بقدر او باخر في زياده نسب حدوث اورام الرئه. يبقى في وجود المجتمع بنسبه تدخين شديده الارتفاع ولا تتناقص، هيكون النتيجه هو زياده نسب اورام الرئه. بس الحقيقه سرطان الرئه في العالم كله بيحتل المركز الاول في حاجه تانية، هو السرطان رقم واحد في نسب الوفيات. طبعا يعني احنا بنتحدث عن نوع من الاورام هو صاحب المركز الاول بدون منافس. اذا احنا بنتكلم في ورا محط اهتمام العالم، الانتشار كبير والتقدم النهارده نقدر نقول كبير جدا في التعامل والتعاطي تشخيصا وعلاجا والاكتشافا ليه. اظن في ثوره فيه. تمام، ممكن حضرتك توضح لنا ايه الاسباب والعوامل اللي بتؤدي لخطر سرطان الرئه؟ إذا احنا بس عايزين قبل ما نقول الأسباب نقول هي إيه أنواع سرطانات الرئة. تمام، أي أنواع سرطانات الرئة. في النوع الأولي اللي هو بينقسم للسرطان الرئة صغير الخلية، ده 15%، وغير صغير الخلية اسمه النان سمول سيل لان كانسر، ده 85%. وفي أنواع أخرى زي الكارسينويد وغيرها. النهارده يهمنا نقول إن الأنواع البرايمري دي، ده جزء، ده في أنواع تانية من الرئة اللي اسمها السرطانات الثانوية. هذه السرطانات التي تنتشر من أماكن أخرى وأورام أخرى، سرطان القولون، سرطان الثدي من أشهر الأورام، سرطان الرحم، سرطان حضرتك المبيض، كل الأنواع دي لها قدرة انتشارية في مراحل ما منها، طبعا تبقى المرحلة الرابعة إنها تبعت للرئة. فمهم جدا لما بنتعاطى معاها، هل السرطان ده أولي ولا سرطان ثانوي؟ طيب
أسباب سرطان الرئة الأولي هو ده اللي احنا بنقوله رقم واحد وبدون منافس يقع على هذا العرش هو التدخين صاحب 7000 نوع مواد كيمياء منهم 70 نوع مسرطن للرئة والعشرين ورم تاني ماشي. بس طبعا التدخين تعامله مع أنسجة الرئة بيثير هذه الأنسجة بيعمل تغيرات what's called mutations تغيرات في الجينز بتاعتها بيعمل الطفرات هذه الطفرات تؤدي على الوقت طويل الى تحول الخلايا بتاعت الرئة الحميدة الى خلايا خبيثة. طب حضرتك قلت السرطان اللي هو الخلايا الصغيرة صغيرة خلايا طب حجمها سبورس لان كانسر لان نوتس ده نوع طيب تحت الانسجة لكن هو ده التقسيما يعني لها سلوك اخر شوية غير السرطان كبير الخلية. السرطان اللي هو صغير الخلية ده 15% فقط من اورام الرئة واكثر انتشارا طبعا وليه بعض الخواص تشخيصيا وعلاجا شويه مختلف عن سرطانات الرئه الاكثر انتشارا. حضرتك اشرت الى التدخين انه سبب رئيسي من اسباب سرطان الرئه. الناس باول ما حضرتك تقول تدخين بيجي في دماغهم على طول ان المدخن هو اللي بيدخن سيجاره. طب ما حضرتك ممكن توضحها بس في تدخين سلبي لوحده. اول السيجار الاول لما نتكلم على السجاير والسيجار والشيشه والتدخين السلبي والتدخين اللي هو عبر الاستخدام الحاجات المدخنه التباكو والكلام ده كل هذه الانواع اللي بتحتوي على المواد المسرطنه ماشي تقريبا بتتساوى في القدره بتاعتها على احداث تغيرات سرطانيه في خلايا الرئه والجهاز التنفسي وبتكون النتيجه ان بيحدث التغير وبيحدث في نسب بتتزايد طبعا مع كمية التعاطي ومدة التعاطي ونسب النيكوتين والطار اللي موجودة. اذا احنا عندنا ورم وراه في معظم الاحيان سبب واضح الا وهو التدخين وليس فقط التدخين للفرد نفسه ده الناس اللي حواليه التدخين السلبي في نسب محترمة للمدخنين السلبيين الناس المحيطة بالمدخن الاذى ليس بنسب قليلة أبدا. إذا التدخين لا يقتصر على المدخن نفسه في إحداث سرطان الرئة بل بيمتد لمن هم. طيب احنا اتكلمنا على التدخين والتدخين الإيجابي والتدخين السلبي وتأثيره الضار أو التأثير بتاعه في حدوث سرطان الرئة لكن في ناس طبعا اللي هم اللي ما عندهمش نوع من المعلومات اللي بتساعدهم انهم يتجنبوا أنواع تانية خطيرة من السرطانات اللي هم الناس اللي بيتعرضوا للأدخنة وبالأخص أدخنة الناتجة عن حرق المواد البلاستيكية أو الأدخنة الناتجة عن طبعا حضرتك عارف إن الجو شتاء والجو اليومين دول تلج فالناس تبتدي إنها تولع الأخشاب والحاجات دي إحنا لو هنمتد للأبخرة ده إحنا في حاجة كمان في أبحاث طالعة على إن بعض الحاجات اللي كانت تبدو آمنة للناس زي مثلا حضرتك البخور البخور اصبح من المتهمين التعرض ليه لفترات طويله في الاماكن المغلقه انه بيزود نسب اورام الجهاز التنفسي العلوي ليس الرئه على وجه التحديد بس الابخره دي الابخره بتاعت المصانع الابخره اللي بتاعت العادم هذه الابخره متهمه باحداث سرطانات في الجهاز التنفسي وانواع اخرى من السرطانات داخله في نفس القائمه اذا التلوث بنسب مرتفعه بالتاكيد بيزود نسب حدوث السرطان بصفه عامه وخاصه سرطان الرئه. يعني تاكيدا لكلام حضرتك في الاحصائيه الاخيره ان مصر تعد من اكثر 10 دول تلوثا يبقى احنا اكثر دول عرضه للتلوث. نسب التعرض ونسب اورام الرئه الحقيقه في من 10 سنين النهارده نقدر نقول ازيد النسب كل سنه شايفينها ازيد ايوه شايفين النسب ازيد في اورام الرئه. كل اسف يعني. حضرتك ممكن تقول كده ببساطه ايه الاعراض اللي ممكن انا كواحد عادي اشوفها على نفسي وبالتالي احط نفسي ان انا عندي اشتباه او بدايه او احتمال حدوث سرطان رئه عندي؟ الوعي هنا بقى مهم يعني اولا كل حاجه ليها طبع مزمن يعني الكحه فترات طويله بدون تبرير او كحه جدت على الواحد احد اشهر الاعراض. ضيق التنفس ده عرض تاني مهم الواحد ممكن يعمل انتباه ليه. ألم في مناطق من الصدر ألم فيك ضل يعني ألم مش مفهوم ليه مش شكة يعني ألم كأن في تقل كأن في حاجة ألم موجود في القفص الصدري ده طبعا بيديك ان بيديك الانطباع ان هناك ثمة شيء ما غلط موجود جوه القفص الصدري. الحاجة الثالثة الشهيرة طبعا ان يبقى في بلغم وبلغم مصاحب ببعض المخاط
اللي فيه دم ده برضك عرض، عادة بيلفت نظر الناس ان هناك خطأ ما في الرئة. كمان في اعراض ان نسبة محترمة من سرطان الرئة ربع الحالات او قرب اكتر من الربع كمان بيدوا اعراض بعيدة، بيبقى اعراض انتشار سرطان الرئة، يعني الم في العظم مثلا او اعراض في المخ، لان ده واحد من اكثر السرطانات قدرة على انتشار في البرين داخل المخ. طيب اعراض تانية ايه؟ يهمنا نقول ان حوالي ربع الحالات بتبقى عندها ورم سرطاني في الرئة بدون اعراض، 25% تقريبا. الاصل ان اي عرض يطرأ وليه طبع مزمن وقاعد وليس هناك تبرير ليه، ده بيديك الانطباع، يعني واحد بيجي له التهابات كتيرة في الرئة والتهابات في انسجة الرئة كتيرة بشكل ما يتفسرش قوي، هنا نبدأ ان احنا نشك ان هناك غلط ما في انسجة الرئة او تحول غير حميد بدأ يحدث. طيب هي حضرتك اشرت للاسباب دي كلها بالنسبة لسرطان الرئة، هل ممكن اقول ان مثلا حد تعرض، طبعا حضرتك عارف ان في الظروف الحالية بتكسر نزلات البرد والكحة، وتقريبا في الغالب الكحة الجافة دي ممكن يكون بصاحبها نزول دم، فانت فرق بين دي وبين دي؟ ما احناش هنقلق قوي لما يبقى الكورس الاسبوع وخمس ست ايام وبتبدأ عندك بالتدريج بتقل، يعني بدأ بلغ النهاردة في دم وبعد كده بكرة قل وبعده قل، خلاص النهاردة ده مع الوعي ان يروح لدكتور الامراض الصدرية وهو الاقرب لي اكيد هيطلب اشعه سطر عاديه هتديله انطباع المنظر اللي موجود ايه، لان احنا قلنا في نسبه كمان محترمه من اورام الرئه بتبقى قاعده وحاضره وموجوده وبتكتشف في سياق اخر، سياق ان هو راح يفحص عظم عنده اي حاجه كدمه مثلا في القفص الصدري اي حاجه فبيصور الرئه فيطلع فيها ده، او انه دور برد عادي فراح يعمل التصوير عادي بالتشست اكس راي، ودي حاجه اصبحت من الاساسيات، يعني احنا بنتصور فيها. صحيح في تقدم دلوقتي في الاكتشاف المبكر لسرطان الرئه، ان ما بنستخدمش الاكس راي العاديه، بنستخدم السي تي الاشعاعات المقطعيه ذات الجرعات المنخفضه من الاشعاع في التصوير، وده ترند كبير دلوقتي ماشي في العالم عشان يدخل في اطار الاكتشاف المبكر لسرطان الرئه كنوع جديد داخل على قائمه الحاجات اللي فيها الاكتشاف الايرلي ديتكشن بروبلم. حضرتك احنا كده اشرنا للمشاهد العادي انه امتى يحدد اذا كان في احتمال، اذا كان في احتمال ظهور اعراض او ان يكون عنده اعراض سرطان الرئه. السؤال القادم هل هو ايه اللي هي التشخيص سرطان الرئة وأنواعه، وده إن شاء الله هنكمله ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني وبنفكر السادة المشاهدين بسؤال الحلقة، هل تعاني باستمرار من ضيق التنفس؟ للتواصل مع البرنامج بيكون من خلال الأرقام الموضحة على الشاشة. وبنرحب بالدكتور أسامة مرة تانية. بنذكر حضرتك بالسؤال اللي قلناه قبل الفاصل، انواع التشخيص للسرطان الرئه. النهارده احنا بنتكلم في تشخيص اورام الرئه، حيث الطفره الحقيقيه ظهرت خلال السنوات الماضيه في تشخيص الحالات باورام الرئه. اول حاجه في التشخيص قلنا ان احنا هنعمل لما يبقى في شك في وجود اعراض تقول ان في ورم في الرئه، بنبدا باول خطوه صغيره ان احنا بنصور الرئه باشعاعات. النهارده الاشعاعات المقطعيه كاول خطوه بتتعمل لتصوير اورام الرئه. النهارده الطفره فين؟ النهارده الطفره في قدرتنا على تقييم ال زي ما نقول الدرجه بالظبط، يعني احنا بنقيم المرحله بدقه شديده. لما احنا نقول النهارده هل هي من المرحله الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه، جهاز زي البيت سي تي سكان، احنا قلنا ان العيان جه عنده حاجة متغيرة في الرئة شاكين هي ايه؟ النقلة التانية هو التصويرات الدقيقة جدا بأشعاعات اسمها الأشعة المسح الذري البوزيتروني للجسم البيت سي تي، ده بيقول لنا الشكل ويحضر هنا كمان الموضوع، يقول لنا إذا كان في حاجة نشطة غلط، دي اللي هنقرب لها في الخطوة الجاية بقى إن احنا هناخد عينة. معظم العينات بتتاخد بأجهزة المناظير للجهاز التنفسي وبيدخل جوه وبياخد عينة محترمة تعبر عن الأنسجة اللي موجودة في الورم. النهاردة المهم قوي بقى تشخيص على مستوى الأنسجة
حيث الثورة تحضر. الطفرة الكبيرة في التشخيص حضرت هنا، لأن النهاردة احنا تقريبا بدأنا نعتبر أورام الرئة كما لو كان مرضا مناعيا، يعني الشفرة الجينية اللي موجودة في أنسجة الرئة المصابة بالورم الخبيث، النهاردة التفصيلات الشفرة دي أصبحت شديدة الأهمية في تقييم العلاج، يعني التيلورينج، يعني تفصيل العلاج، بحيث يبقى إن كل مريض بعد كده هياخد علاج هياخده على مقاسه هو. يا الفارماكوجينومكس بمعنى صح، الجينز التشخيص على مستوى البيولوجيا الجزيئية، هذه هي سيدة الموقف في التقييم. احنا بنتحدث عن أورام الرئة كما لو كانت أوراما مناعيا النهاردة. طب وحضرتك انواع التشخيص بقى اللي هي العادية هي حضرتك ذكرتها، لكن ايه احنا بقى ندور على علاج بقى والطرق الجديدة في علاج سرطان الرئة. وبعد كده انا في استفسار بس بسيط، بس بعد ما حضرتك بتجاوب على السؤال ده ان شاء الله. احنا لما هنتكلم بقى على حدوته علاج اورام الرئه، احنا قلنا ان احنا عرفنا نشخص بدقه الورم ده في انهي مرحله على وجه التحديد، لان عندنا دلوقتي بنملك الدقه ان احنا نعرف الورم مدى الانتشار ايه. تمام، صورنا كل اشعاعاتنا، قيمنا الحاله الصحيه لمريض الرئه. النهارده في حاجه في خلفيه الموضوع، ان مريض اورام الرئه السرطانيه هو عادة مريض بكوموربيد كونديشنز، يعني عنده حاجات أخرى في الخلفية مستخبية. ده عيان عنده بيدخن بقاله 20 سنة أو أكتر، عيان ممكن يكون السن الكبير، الأورام بتيجي عادة في السن الكبير بعد الخمسينات يعني والستينات وانت طالع. طيب احنا النهاردة هذا المريض ممكن يكون عنده مشاكل في القلب، مشاكل في الجهاز التنفسي زي COPD أو مشاكل أمراض الجهاز التنفسي الكتيرة جدا بتبقى حاضرة، مشاكل صحية أخرى حاضرة زي سكر ضغط الكلام ده كله، مشاكل القلب. التقييم ليهم شديد الأهمية في النظر والتعاطي مع مريض الأورام الرئة. ينبغي أن نأخذ في الاعتبار أن سنه بيبقى كبير وبيفرض علينا تقييم شامل محترم لحالته الصحية، واحنا مشخصين على مستوى الانسجه بدقه شديده عشان هنبدا العلاج. الاصل في التعامل مع حالات اورام الرئه انه العلاج ليس وان مان شو، هذا تعاونا بين من اول استاذ الاشعه، الاستاذ التشخيص، لاستاذ الاورام، للجراح، لاستاذ العلاج الاشعاعي، واستاذ التغذيه، واستاذ الجهاز التنفسي. اتس تيم وورك بيخدم على عيان بتاع اورام الرئه. هدفنا ايه؟ هدفنا ان احنا نصل للقرار بمنتهى الحكمة، لان احنا عندنا انسجة النهاردة قايلنا كميات من المعلومات نقدر نفصل ونقيم ونحدد ايه هو العلاج الموجه الاكثر فاعلية للوصول لاحسن مستوى من الاستجابة. صحيح كثير من الاورام ما بتجيش في المراحل المبكرة اللي بيبقى الشفاء فيها تقريبا سهل جدا ان شاء الله. لما بالمراحل المبكرة يعني ورم موجود صغير مش منتشر، حجمه صغير مش عامل انتشار حتى للغدد، فطبعا بيبقى الدور الجراحي فيه في الاول قد يكون هو اول حاجة، او ان بيبقى بالتفاهمات ان احنا عايزين نحول الحالة الغير قابلة للاستئصال الجراحي في مراحل اخرى الى حاله قابله للاستئصال الجراحي، يعني الان اوبربل يتحول الى اوبربل، ومن هنا بيحضر دور العلاج الكيميائي والمناعي والاشعاعي بالتعاون بينهم، ان احنا ازاي نسيطر على هذا الورم ونحجمه ونصل لاعلى مستوى من الاستجابه. يهمنا نقول ان في العلاج النهارده في ضيف حاضر بقوه وعامل لنا نقله، الا وهي العلاجات المناعيه الموجهه لاورام الرئه. وده كان هيبقى سؤالي لحضرتك، ما هو العلاج الموجه المناعي؟ النهارده فكره العلاجات الموجهه المناعيه ايه؟ هي الفكره ان انت بتفصل علاج ذكي بيواجه خلايا الورم وبيحمي الخلايا الاخرى من الاثار الجانبيه للعلاج. بس نقول بقى علشان نحط الامور في النصاب الصحيح بتاعها. عاده في كثير من الاحوال ما بنستخدمش العلاجات المناعيه دي لوحدها. احنا بنستخدمها مع داخل العلاج الكيموثيرابي، مع العلاج الكيموثيرابي، مع العلاج الاشعاعي، يعني علشان احيانا ما يبقاش ان ما نقدرش نقول النهارده ان العلاج اورام الرئه فقط علاج مناعي، لا هو علاج زود النسب بشكل جيد جدا، يمكن استخدامه في مراحل لوحده وفي مراحل اخرى مع العلاج الكيموثيرابي والعلاج الاشعاعي. فكره العلاج الموجه المناعي الذكي ده ايه؟ ان انت محدد من الاول الاجسام المستهدفه داخل خلايا الورم، وبتدي علاج بالاجسام المضاده عشان تواجه هذا الورم.
صحيح، ما ممكن الرد يكون ان احنا بنعمل التحاليل الانسجه وانواع بيطلع 15% و20% بس اللي عندهم الاجسام اللي ينفع فيهم العلاج الموجه. لا ده في طفره تانية بقى، ده في النهارده علاجات موجهه هي اللي شكلها رايحه لسكه النقله والثوره الكبرى في العلاج اورام الرئه. ان احنا العلاجات اللي داخل فيها الاعتماد واضح جدا على الجهاز المناعي نفسه للانسان المريض. يعني ايه الجهاز المناعي؟ يعني كلاس جديد قوي اسمه PD-1 وPD-L1، ده كلاس جديد جدا جدا طالع من الادويه وابروفد، وده محور الكلام كله والحديث في اورام الرئه خلال 2015، واظنه هيمتد الحوار ل 2016 فيه. هذه العلاجات فكرتها بسيطه جدا، انك انت لقينا ان الاورام كل ما زاد فيها وجود الخلايا المناعيه اللي موجوده في جسم الانسان وبتهاجم الورم، كل ما نسب الشفاء زادت، نسب الاستجابه زادت، نسب تناقص الورم في الحجم زاد. يعني كل ما غزوك المناعي زاد للانسجه الورم السرطاني كل ما نسب الشفاء زادت. بس حضرتك الورم السرطاني نفسه كائن ذكي، كيان ذكي بيعرف يحمي نفسه من الجهاز المناعي بتاعه، حاطط على سطحه اجسام البي دي 1 والبي دي ال 1 والاجسام دي وانواع تانيه سي تي ال 4 والكلام ده، كلها حاجات اجسام بتخلي الجهاز المناعي ما يتعرفش او ما يهاجمش الورم. احنا الفكره بمنتهى البساطه بنيجي نقفل دول، بنقفل قدره الورم ان هو يبعد الجهاز المناعي، فيكون النتيجه ان الخلايا بتهاجم الورم، ان بنلاقي النهارده نسب الاستجابه فاقت انواع من الكيموثيرابي، ولقينا ان الاستجابه دي في انواع كتيره قوي مش انواع سيلكتد زي اللي كان موجود من سنتين ثلاثه. هي الطفره ان احنا الاورام الرئه بتتحول لامورام تهاجم مناعيا، ايوه كانها اورام مناعيه، ايوه. وبمناسبه هو احد اكثر الاورام اللي فيها طفرات كتير قوي في الشفره الجينيه بتاعتها. تفكيرنا فيها لازم يكون على خلفيه الجينات، على خلفيه البيولوجيا الجزيئيه، على خلفيه الطفره القادمه والانتصار اللي بيتحقق. ايوه بيتحقق ان شاء الله. يمكن سؤالنا الاخير في نهايه الحلقه، كيف يقي المشاهد نفسه من مرض السرطان باختصار شديد بعد اذنك يا دكتور؟ يبقى ان هو التكلفه الاقل انك انت تمنع حدوث اورام الرئه، لان صحيح الادويه بمناسبه الادويه اللي بنتكلم عليها سواء مناعيه او كيموثيرابي او اشعاعيه، حتى الاشعاع التقدم فيه الاشعاع الموجه اللي في منتهى الدقه اللي بيحمي الانسجه الطبيعيه. لكن النهارده الكلفه غاليه، طب الكلفه الارخص امنع انها تيجي. رقم واحد التدخين لما هيتوقف هتتناقص نسب حدوث اورام الرئه. رقم اثنين المهم عندنا ان كمان التغذيه الكويسه والحفاظ على الجهاز المناعي الجيد طول الوقت، والبعد عن مصادر التلوث الرهيبه اللي بتعمل ده. صحيح الحمله الاصليه هي حمله منع التدخين لتقليل اورام الرئه. الحاجة الأخيرة خالص بقى إنه الناس المدخنة بقالها 25 ل 30 سنة مش هيجرى حاجة أبداً، وهم فوق ال 55 سنة إن يبدأوا يحطوا نفسهم جوه سيستم الاكتشاف المبكر لأورام الرئة بلو دوز سي تي للرئة تشيست سي تي بجرعة قليلة من التصوير بكميات الإشعاع قليلة لتصوير الرئة، هنقدر نكتشف مبكراً اي ورم في مراحل مبكره، وهذا بالتاكيد يعني ان هو هيشفى تماما ان شاء الله. في نهايه الحلقه بنشكر سيادتك على تشرفنا الحلقه. في نهايه سياده المشاهدين او حضرات المشاهدين، بنحب نقول ان التدخين هو بيسبب حوالي 90% او المسبب الرئيسي لسرطان الرئه، فنرجو من الساده المشاهدين ان يراعوا صحتهم وان يبتعدوا عن التدخين. وحلقه اليوم هي رسالة واضحة صريحة للسادة المشاهدين في أن البعد عن التدخين، وأن التدخين هو سبب رئيسي لسرطان الرئة. نشكركم ونتمنى لكم صحة غالية. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.